نساء الأبراج أشكال وألوان ومختلفين في أشياء كتيرة. يعني في نساء ممكن لو الناس بعدوا عنها أو هي بعدت عن الناس ما تتأثرش أو تقدر إن هي تتأقلم على كده، وفي نساء لو ده حصل معاها ممكن تكون دي بداية النهاية ليها. عامة معانا كل نساء الأبراج في حلقة النهاردة، وكالعادة كل أنثى تتوقع برجها وإحساسها بنفسها يجي في المركز الكام، وأنثى أو رجل حتى أذكى شوية يقول لنا يتوقع من صاحبة المركز الأول، واكتبوا في التعليقات لأن أنا مدمن على قراءة كل تعليقاتكم. وخلوني أرحب بكم وأرحب بالجديد وأدعو إن هو يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة بقى يشترك عشان إشعارات القناة توصل له على طول. وتعالوا بينا نبتدي الموضوع تصاعدي كالعادة من المركز ل 12. حد توقع مين الأنثى من بين كل إناث الأبراج اللي هتيجي معانا في ال 12؟ هي الحوتية. ليه الأسباب؟ ليه أنثى برج الحوت يعني هتيجي معانا في المركز ال 12؟ أولا حنونة جدا، رقيقة جدا، ومتعلقة جدا بأهلها واللي بيقرب منها، وبالذات في الجانب العاطفي. وعلى فكرة أنثى برج الحوت سهل إن هي صعب جدا إن هي تنسى أو تبتعد عن حد طبعا هي تعلقت بيه، أو كان صديق أو كانت صديقة ليها، أو كان يوم في حياتها أو شاركها في شيء ما، وده بيكون صعب قوي عليها مقارنة بكل نساء الأبراج. عشان كده بتيجي معانا في المركز ل 12. نعلى نوصل للمركز 11 هنلاقي معانا الجوزائية. الناس بالنسبة لأنثى برج الجوزاء هم ترياء الحياة، هم متعة الحياة، هم لذة الحياة، ولذلك الجوزائية تلاقيها محبوبة جدا ومشهورة جدا وليها صداقات وليها معارف في كل حتة وفي كل مكان، وسهل جدا تدخل حياتك وتدخلك حياتها وان انت تاخد عليها وتتعلق بيها كمان لخفة دمها ودلعها وحاجات كتيرة. ومش عايز اطول، نطلع في المراكز ونخش في الجد شوية، نوصل للمركز العاشر. وكالعادة يا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة او ممتعة ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا، ده طلبي الوحيد. واي حد تاني على الفيسبوك غير محمد ابو زيد نصاب جدا، اوعوا تتابعوه ولا تثقوا فيه. المركز العاشر العسل، الميزانية. انثى برج الميزان برضو واحدة من الابراج اللي صعب جدا ان هي تستغنى عن الناس بشكل عام، فيها كتير قوي من الجوزائية اللي احنا قلناها من شوية، ملكة الدلع والفرفشة. انثى برج الجوزاء تحب الناس قوي ودمها خفيف قوي، والناس بالنسبة لها يعني عامل مهم واساسي لاستمرارية الحياة، وما تطيقش الوحدة وما تطيقش ان هي تقعد ساكتة. ما احنا خدنا نساء الابراج الرغاية في الحلقة اللي فاتت، الميزانية العسل كانت في مركز متقدم. ندخل بقى في منطقة وسطى ونخش في الجد أكتر وأكتر. في المركز التاسع هنلاقي القوسية، الشعنونة. أنثى برج القوس بتيجي معانا في المركز التاسع، حالها حال النساء اللي سبقوها تحديدا، تتشابه في فلسفتها دي مع الجوزائية والميزانية، بتحب الناس والناس بيحبوها. وأنثى القوس صعب ان هي تتنسي، وكنا عملنا حلقة عن نساء الأبراج أو الأبراج اللي صعب ان انت تنساها، كان القوس بياخد مركز متقدم جدا. عامة رجل ولا سيما أنثى لخفة دمها والقلبها الأبيض والتلقائيتها والصراحتها المعهودة، كل ده بيخليها صعب تستغنى عن الناس وصعب كمان هما يستغنوا عنها. المركز الثامن بقى ونعلى أكتر وأكتر هنلاقي البرنسس، زعيمة العصابة، معروفة طبعا أنثى برج الأسد. الناري تيجي في منطقة وسطى أو تيجي في المركز التامن، لا برضو ما تقدرش ان هي رغم قوتها خلي بالكم تستغنى عن الناس فترات طويلة، وان كانت هي اقوى من النساء اللي سبقوها في الموضوع ده. هي انثى اجتماعية وقلنا بتحب المظاهر وبتحب الاضواء، واكيد برج يعني او انثى بالصفات دي مش هينفع ان احنا نقول ان هي عندها قدرة كبيرة قوي ان هي تستغنى عن الاخرين، ولكن لقوة شخصيتها الشديدة واللي هي عندها نوع من انواع الانا العالي قوي ممكن تيجي على نفسها، بس بينها وبين نفسها مش هتكون مبسوطة، يعني عكس نساء القمة اللي ممكن تكون متلذذة. تخيلوا الموضوع وصل معاهم لحد فين، متلذذة بكده كمان انجاز التعبير. نعلى اكتر نخش في الجد اكتر واكتر، هنلتقي بالفارسة العنيدة في المركز السابع. انثى برج
الحمل بدأنا بقى نخش في الجد، بدأنا بقى نخش في موضوع حلقتنا وجد الجد، بس احنا لسه برضو ما وصلناش لخطوط النار اللي بتتصدر حلقة النهاردة. أنثى برج الحمل بتيجي معانا في المركز السابع، يعني نقدر نقول بتعمل بقى حلقة فصل أو بتيجي ما بين البنين. نخش في موضوع حلقتنا حرفيا مع قنبلة الذكاء أنثى برج العذراء اللي بتيجي في المركز السادس، واحدة من نساء القمة وأبراج القمة في حلقة النهاردة. ممكن العذراوية تقعد فترات طويلة ما يهمهاش الآخرين، ما يهمهاش الناس اللي حواليها، ممكن عندها قدرة إلى حد ما قوية وتستحق الإشادة وتخليها على أقل تقدير تاخد معانا المركز السادس في حلقة النهاردة. فارسة أحلام الشباب العقروبة أعلى منها في المركز الخامس، جد الجد ونار النار وقوة القوة في الموضوع ده بتيجي معانا في المركز الخامس، ومعروف إن العقروبة من الأبراج المتحكمة جدا في نفسها. وهنا من أول العقروبة بقى هنقدر نخش في الأبراج اللي عندها نوع من أنواع التلذذ البسيط، مش قوي قوي، مش زي رباعي خط النار اللي بيتصدروا الحلقة النهاردة. العقروبة في المركز الخامس. هندخل بقى على الأربعة الأوائل. حد توقع؟ طب حد بيكتب دلوقتي معانا السندريلا أنثى برج السرطان اللي بتيجي في المركز السادس، عندها قدرة ممكن أنت تندهش منها، ممكن أنت تستعجب من السرطونة الهادية الرقيقة الحساسة دي. لما بتقرر ويوينا إذا السندريلا قررت حاجة زي كده، ممكن تبتعد عن الناس جملة وتفصيلا، القريب والبعيد، اللي ليه مكانة عالية واللي ليه مكانة قليلة، ولكن من داخلها ممكن يكون عندها زعل داخلي. هنعلى، هنخش في الجد أكتر وأكتر، هنوصل للمركز الثالث دلوقتي وهنلتقي بالريئة، ملكة الروقان وإحدى ملكات القوى الناعمة الضاربة الدلوية، بتيجي في المركز الثالث منفردة، دماغها في السحابة، ورغم حبها للناس ورغم ان هي اجتماعية قوي ورغم ان هي بتحب الظهور في احيان واحيان، برج الدلو عندها نوع كده من انواع صاحب نفسك ترتاح وعايز اريح بالي ومش فاضية لضوضاء المجتمع ومش هشغل بالي بضوضاء المحيطين، اللي هيتعبني انا احب افصل كده. وعندها قدرة، يعني الدلوية من النساء اللي عندها قدرة ان هي مع نفسها كده تقدر تخلق حالة جميلة من التصالح النفسي، من اكتر نساء الابراج اللي عندها تصالح مع نفسها. ودي فكرة حلقة جديدة او ما اتعملتش قبل كده، لو عايزينها اكتبولي في التعليقات وادعموا الاقتراح ده بلايك، نعملها بكرة ان شاء الله. كل نساء الابراج اللي عندها تصالح مع نفسها بالترتيب، ونشوف مين في النص ومين في الاول ومين في الاخر. انا بمشي بارائكم عامة. ثنائي بقى خط النار، اتنين القمة، الجدي والطور، الطور والجدي، تتوقعوا الثورية ملكة الرزانة والعقلانية بتيجي معانا أنثى برج الثور في المركز الثاني، ضاربة نفسها مركز قوي جدا ومتقدم جدا. خلي بالك يا اللي ممكن تنخدع في حنية وسهولة أنثى برج الثور، وأنا بقصد الرجال تحديدا لو أنت مرتبط بيها عشان بتحبك، عندها قدرة كبيرة قوي وشديدة قوي، اللزم الأمر خلي بالك من النقطة دي، ان هي تبتعد عن الاخرين والفترات طويلة قوي وتحارب الندم. لو عندها ندم داخلي هينال منها او يأثر عليها، تقدر ان هي تتغلب عليه، ومن الاناث اللي عندها ارادة حديدية. ولكن الانثى دي مش زي المرأة الحديدية اللي بتتصدر نساء الابراج كلها وبتجلس على عرش القمة في حلقة النهاردة واخدة المركز الاول وبجدارة. المرأة الحديدية أنثى برج الجد أكتر الإناث على الإطلاق اللي عندها قدرة إن هي تعمل حاجة زي كده، عشان كده لازم نديها تعظيم سلام كلنا لأنثى برج الجد صاحبة المركز الأول في حلقة النهاردة. من حيث المدة ومن حيث الإرادة ومن حيث القوة ومن حيث كل شيء في الموضوع ده ومن حيث التلذذ كمان، أنثى برج الجدي صعب إن هي تندم على حد لو كان ما يستاهلش، أو إن هي بشكل عام تجري
ورا حد، او ان هي تحايل في حد، او ان هي كمان خلي بالكم تيجي على نفسها كتير عشان حد انثى برج الجدي ما عندهاش ابدا الفلسفة دي. وعلى فكرة مش دايما ده بيكون حلو، لان ده ممكن يخسرها ناس كتير. وهقول لكم على حاجة، نساء القمة عامة استثناء شوية انثى برج الدلو بتخسر كتير من الاشخاص المحيطين بيها او اللي موجودين في حياتها. اكتبوا لي اراكم في الحلقة دي، انا بقرا كل تعليقاتكم. الانستجرام، الفيسبوك، بنعمل لايف باستمرار كل يوم جمعة، وإضافة لأيام تانية عندنا قناتين تانيين، اسأل محمد وعيلته على اليوتيوب، وقناة هاتريك كورة الناس المهتمة بالكورة، اللي بقول دايما يعني اللي بيحب إن هو يشوفني أكتر من مرة في اليوم، ومناش دم تقيل ولا بيزهق مني. لو عايز ويشرفني جدا يشترك في القنوات دي، كل الروابط دي لو انت على اليوتيوب في وصف الفيديو، ولو انت على الفيسبوك انزل في التعليقات هتلاقيني برضو سايبهم، وهتوحشوني جدا على ما نلتقي قريب إن شاء الله.